السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد اللطيف من قناة زومهان تي في. أهلا بكم في فيديو جديد اللي كنستمر فيه على الشرح ديال العروض الحصرية اللي كاينين في الكتالوج ديال أوريفلام ديال شهر 5. قبل ما نشوفوا هاد العروض وقبل ما نتعرفوا عليهم، أدعوكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد. بالنسبة للعروض اللي كاينين هاد الشهر ديال أوريفلام ديال الشهر 5 بمناسبة شهر رمضان المبارك، كاينين عروض زوينة وعروض واعرة بزاف لأول مرة صراحة. اللي هو كاينين بزاف ديال العروض وبزاف ديال البروموسيون دارتهم شركة ديال أوريفلام لأول مرة في الكتالوج ديالها. مثلا كما كنشوفوا في الصورة، عندنا مجموعة ديال العطور، بزاف ديال الروائح دايرين لهم بثمن ناقص، ثمن ناقص بزاف، وصلت حتى 50%، وصلت حتى 50%. ولكن قالوا لنا واحد الشرط. اشنا هو هذا الشرط؟ هو الناس اللي دوزوا في شهر 4، اللي دوزوا الكوموند في شهر 4 في الكتالوج ديال شهر 4 دوزوا تقريبا 200 نقطه. قال لك اذا كنتم قدمتم طلبيه بقيمه 200 درهم في الكتالوج 4، يعني في الكتالوج 4 دوزتي 200 درهم وقمتم بشراء اي منتوج من منتوج خلال هذا الكتالوج، يمكنكم الحصول على اكبر عدد ممكن من عطور هذه الصفحه بخصم 50%. يعني يعني هذا الشيء دابا، هذا الا دوزتي 200 درهم في الكتالوج ديال الشهر 4 ودوزتي واخا برودوي واحد في الشهر 5، يعني تابعوا معايا مزيان، ندوزو 200 درهم ديال السلعه في الكتالوج ديال الشهر 4 وندوزو واخا نقطه واحده في الكتالوج ديال الشهر 5، غادي نستافدوا من هاد الروايح. اشنو هما هاد الروايح؟ عندنا مثلا الريحه ديال الرجال سول دايره في الكتالوج، الا بغيتيها تاخذها الا ما دوزتيش 200 درهم. بالنسبه للناس اللي ما دوزينش 200 درهم غادي ياخذوها 259 درهم. بالنسبه للناس اللي دوزوا 200 درهم في الكتالوج ديال الشهر 5 ديال الشهر 4 غادي ياخذوها هما بشحال؟ 129 درهم، كما كنشوفوا دابا في الصوره، وناقص 30%، يعني غتخرج لهم تقريبا ب 99 درهم. وعندنا ريحه اخرى ديال الرجال فونتور 115 درهم، كتخرج تقريبا ب 92 درهم ولا ب 89 درهم، باش كتبقى كدير في الكتالوج 229 درهم وكتبقى وتستفد منها انت ب 115 درهم وبناقص 30%، يعني تقريبا 89 درهم باش غتستفد منها. وعندنا الريحه ديال العيالات، الريحه اللي لكل العيالات كيعرفوها باللي راه زوينه وواعره، كدير 309 درهم في الكتالوج، ولكن اللي دوزوا 200 درهم في الكتالوج ديال الشهر 4 ياخذوها هذا الشهر 155 درهم. 155 درهم ناقص 30% كتبقى تقريبا 115 درهم باش كتبقى، يعني الريحه ديال الاكلا كتبقى 115 درهم باش غتاخذها تقريبا. وعندنا المفاجأة الكبيرة اللي هي الريحة ديال المفاجأة الكبيرة اللي هي الريحة فينا هي باش نبينها لكم في الصورة. الريحة عنبر 105 دايرة هي 300 درهم، أحسن الريحة او دو بارفيوم، ماشي او دو تواليت، او دو بارفيوم، يعني الريحه الفري واحسن ريحه واكبر ريحه كتحقق مبيعات كبيره في الشركه ديال اوريفلام، واخا دايرين لها 200 درهم ولا 300 درهم ولا الثمن اللي داروا ليها في الكتالوج، ديما كتحصل هي على اعلى مبيعات، كلشي كيحماق عليها، كلشي كيبغيها، دايره 309 درهم في هذا الكتالوج الا بغيتي تاخذها الا ما دوزتيش 200 درهم. ولكن بالنسبه للناس اللي دوزوا 200 درهم في الكتالوج ديال الشهر 4 غادي ياخذوها هاد الشهر 5 155 درهم، يعني تقريبا كتبقى 115 درهم باش غادي تاخذها، يعني الريحه زوينه بزاف، وهذه هي المفاجاه ديال هاد الكتالوج ديال الشهر 5 بمناسبه شهر رمضان المبارك. هي كما كتشوفوا هنايا عرض خاص بشهر رمضان المبارك، يعني غادي تحصلوا على هاد العطور على هاد الروايح بخصم ديال 50%، يعني راه تقريبا راه 50% اللي نقصوا فيهم، وعاد كينقصوا لك 30%، يعني
غتاخذهم بهذا الثمن اللي كنشوفوا وبناقص 30%. هو الثمن، هو الثمن اللي كيبان هنا بالاحمر 155 درهم و129 درهم، هما هذوك باش غادي ناخذهم كل الريحه بالثمن ديالها. اللي بغى يستفد من هذه العروض واللي بغى يشارك معنا ها هو الواتساب ديالنا كيبان على الشاشه، وغادي نخلي لكم رابط تسجيل ورابط ديال الفيسبوك ديالنا اسفل الفيديو، غنخلي لكم حتى الواتساب ديالنا اسفل الفيديو، تواصل معنا ان شاء الله غادي يعجبك، عادي يعجبك العروض ديال اوريفلام. واخا بغيتي تشريهم غير راسك راه تشريهم غير راسك، غتخدم غير راسك غتستافد غير راسك من غير كاع ما تبيع، راه يمكن لك تستافد من هذه العروض ويمكن لك تربح. يعني عوض تشريها انت مثلا ب 300 درهم عند شي واحد اللي غادي يبيعها لك، علاش ما تاخذها ب 115 درهم؟ شوف شحال ديال الفرق تما من 300 درهم حتى ل 115 درهم، يعني واحد الثمن زوين بزاف وواحد الثمن رائع لكلشي كيحماق عليه. وكما قلت لكم هادي هاد وخصوصا هاد عامبر اويكلا راه كيحماقوا عليها العيالات بزاف، راه من احسن الروائح اللي كاينين في الشركه ديال اوريفلام. كما قلت لكم اللي بغى يتسجل واللي بغى مزيد من المعلومات هو الواتساب ديالنا هو الفيسبوك ديالنا. مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله.